هذا سؤال من امرأة تقول: أملك بيتا مكونا من وحدات سكنية أسكن بعضها وأؤجر الباقي. تقول: قمت وجعلت هذا البيت وقفا لله، وكتبت ورقة بذلك وأشهدت عليه بعض أولادي، وكتبت أنه وقف ريعه حال الحياة أصرفه على نفسي، وبعد الوفاة أصرفه أو يصرف في أعمال الخير. سؤالها حفظك الله تقول: أتاني الآن بعض أولادي يطلبون شراء البيت مني لأنه ملاصق لهم وبحاجة إليه، فطلبت سؤالكم فما حكم بيعه عليهم مع أنني قد أوقفته؟ إذا كان وقفا منجزا فلا يجوز بيعه ولا هبته، وأما إذا كان وقفا معلقا على الموت، قالت: إذا مت فبيتي وقف، هذا حكمه حكم الوصية، يجوز لها أن ترجع فيه وأن تبيعه وأن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لكن عليها أن توثقه في المحكمة، ما يكفي كتابة ورقة عادية، توثقه في المحكمة أثبت له وأضبط. نعم.